القيادة العامة للقوات المسلحة نعت امبارح ابنا من ابنائها وقائدا من قادة حرب اكتوبر المجيدة الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق واللي وفاته المالية امبارح بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي. الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ولد الفريق عبد الرب النبي حافظ في 16 من يونيو عام 1930، وتخرج في الكلية الحربية في 1 فبراير عام 1949 ليعين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاة، ويبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات. جاء دوري إلى قائد كتيبة ورحت اليمن، عينت في اليمن وتوليت قائد الكتيبة 17 في محور جيحانة. ويعود البطل من حرب اليمن أواخر عام 1967 ليخوض مع من خاضوا ملاحم حرب الاستنزاف كقائدا للواء 118 مشاة ميكانيكي، احد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميداني، ثم يتولى رئاسة اركان الفرقة 16 مشاة ميكانيكي حتى يصدر القرار بتعيينه قائدا لها، فيخوض رجال الفرقة 16 ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس. فتتجلى روائع أعمال قتال الفرقة 16 تحت قيادة قائدها الفذ العميد أركان حرب عبد رب النبي حافظ. الحمد لله ويكفيني فخرا أن الفرقة 16 حازت على وسام الجمهورية العسكري للتشكيلات. وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب السكرتير العام لوزارة الحربية، ثم رئيساً لأركان حرب الجيش الثاني الميداني فقائداً له، ثم يتولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة في ديسمبر عام 1979 مسيرة عسكرية قادت البطل ليمنح رتبة الفريق، ويتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981. ويواصل الفريق عبد رب النبي حافظ رحلة العطاء بملء البطولة والكبرياء، ويشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 من إبريل عام 1982. بالقانون تستطيع أن تحصل على الواجب، بالحب تستطيع أن تحصل على المستحيل، وهذا ما حدث في حرب أكتوبر. ويبقى الفريق عبد رب النبي حافظ في صدارة ذلك الجيل الذهبي الذي كتب عليهم القدر أن يخوضوا حروب مصر المعاصرة ليسلموا الراية لمن بعدهم، مرتفعة هاماتها وعالية صواريها، فصادق الأعمال يرسخ كالجبال، وبخالص العطاء يعرف الرجال.